بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حتى نلقاك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نهنئكم بعيد الأضحى، هيكون موافق يوم الخميس، والوقفة يوم الأربعاء، وكل عام وأنتم بخير. أعلنوا في امبارح الساعة 12 إن السلطات السعودية اتضح إن الهلال كان ظهر وهم مش واخدين بالهم في اليوم اللي هو إيه؟ يوم الثلاث، يعني كان الثلاث واحد ذو الحجة، وفي ناس شهدوه يعني، والقاضي قبل شهادتهم ومشوا على هذا، وأعلنوا إن الوقفة يوم الأربعاء والحج يوم واليوم النحر يوم الخميس ان شاء الله، ويوم الجمعه هتبقى اول ايام التشريق، فاللي عنده ذبيحه يلحق يوضبها ان شاء الله. فكل عام وانتم بخير. ده على العيد، احنا بنتكلم ان العيد بقى يوم الخميس والوقفه يوم الاربعاء. معلش، الحمد لله. يوم الاربعاء اللي هو هيبقى يوم الوقف، مش الوقف هتبقى الاربعاء. ما هو اتضح ان الهلال كان ظاهر، هم قالوا كده، واحنا لازم نصدقهم لان الامور المناسك في بلادهم، وربنا جعل المناسك في بلادهم، وهم صاروا مؤتمنين عليه، فاحنا ما نشقش العصا معهم في هذه المساله، نشق العصا معهم في مسائل اخرى متعلقة بقى بالتوسل، ومتعلقة بتشريك المسلمين، متعلقة بحاجات تانية. لو شافوا الهلال، لو رأوا الهلال واخد عفاته بالاثنين بعد بكره. لا، هو بيقول لو رأوا الهلال هيبقى شهر 29، وهم شايفين الرؤية بتاعتهم قبل ما بيوم. لا، ما هو الشهر كان 30، هو بقى 29 عندهم، هو 30 عندنا بقى 29. يعني بقى 29 عندنا. بعد ما احنا قلنا ان احنا بقى 29 عندنا ذو الحج ذو القعده، وبقى عندهم هم 30 يوم، واخد بال حضرتك؟ بس انا هقول لك حاجه، الحساب الفلكي كان لا يخطئ، كان لا يخطئ الحساب الفلكي لحد ما حدثت ثلاث حوادث، اصبح في نسبه خطا، وان كانت نادره الحدوث الا انه فيها نسبه خطا. تأخر الشمس لسيدنا يوشع النبي، وتأخر الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، وتأخر الشمس
لسيدنا علي بن ابي طالب ولرسول الله في الاحزاب ليصلي العصر. فلما حدث الثلاث مرات دول اصبح الحساب الفلكي فيه نسبة خطأ، لان قدر التأخر مش معروف، قدر التأخر غير معلوم عند علماء الفلك عشان يقدر يحسب النسبة دي. فهم قالوا كده العلماء، حتى الفلك اللي جمعوا بين علم الفلك وعلم الشريعة قالوا ان في نوع خطأ ما في الحساب الفلكي لهذا السبب، وعشان كده لا تتعجب، انها ارادة الله، فالواحد ما يتعجب. نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. بقية ما قاله في باب المجاهدة، والمجاهدة بغير الجهاد، المجاهدة غير الجهاد، الجهاد هو جهاد العدو الخارجي بالقتال وبغيره، قد يكون حتى بإقامة الحجة عليه مجرد المناظرة، ولكن المجاهدة هي جهاد العدو الداخلي بينك وبين نفسك حتى ترقيها وتنقيها من نقائصها وتتخلى عن كل خلق قبيح وتتحلى بكل خلق مليح حتى تصير أهلا للتجلي. كان سيدنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي يقول التصوف هو تخلي وتحلي فتجلي، كان سيدنا اسماعيل صادق العدوي يحب يقول كده. فالتصوف تخلي اي تتخلى عن كل خلق قبيح ثم تتحلى بعد ذلك بكل خلق مليح مع الاداب النبوية الشريفة فتصير اهلا للتجلي بعد ذلك. فالمجاهدة هي هذا التخلي مع التحلي الذي يحدث بين الإنسان من منازعات بينه وبين نفسه حتى يسوقها على الصراط المستقيم في الظاهر والباطن، لا في الظاهر فقط، لأن علماء التصوف اهتموا بالباطن كما اهتموا بالظاهر، وإن كان اهتمامهم بالباطن أشد، وتركوا الظاهر لعلماء الشريعة يتكلموا فيه كثيرا، وتخصصهم في الكلام في أحوال النفس الباطنة حال ترقيها وسيرها إلى الوصول إلى الله. ولذا وجب على كل مسلم أن يتعلم من علماء الشريعة كيف يرقي ظاهره، ومن علماء الحقيقة كيف يتوقى معايب نفسه في طريقه إلى الله ويكتشف أمراضها وعللها، لأنها أحيانا تأتي العلة في صورة طاعة ولذا تخفى على كثير من الناس، فنسأل الله السلامة. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه، من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه، يعني من عزت عليه نفسه أصبحت عزيزة، أصبحت حبيبة له، أصبح يراعي أحوالها، يهين دينه، يبيع دينه من أجل نفسه، لأن النفس تنازع الله في الربوبية، النفس تنازع الناس في الربوبية، تنازع ربها في الربوبية، هي تريد أن تدبر لك وتريد أن تسيطر وتريد أن تشتهر وتريد أن يشار إليها بالبنان وتريد أن لا تقهر فتصبح قاهرة وتريد أن تكون مسيطرة على كل شيء، كأنها تنازع الربوبية. فإذا أعطى الإنسان لنفسه كل مرادها صارت له ربا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني نفسه، فصارت له ربا يسارع في رضاها، فباع دينه من أجل نفسه. ولذا من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه، يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل إرضاء نفسه بالحصول على مال أو منصب قد يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا، لأنه يسارع في هوى نفسه، فنسأل الله السلام. وسمعته يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا علي الروذباري يقول
إذا قال الصوفي بعد 5 أيام أنا جائع فألزموه السوق وأمروه بالكسل. المتصوفة نوعان، متسبب ومتجرد. فالصوفي المتجرد هو الذي ترك الأخذ بالأسباب الظاهرة وصار أخذه بالأسباب الباطنة، فصار أيضا يأخذ بالأسباب ولكن باطنة لا يراها الناس، ليست هي الأسباب المعتادة بل هي الأسباب التي تكون مع أهل الخصوص. سيدنا إبراهيم عندما جاءه سيدنا جبريل وهو يرمى به بالمنجنيق إلى النار، جاءه سيدنا جبريل وهو سبب لأسباب النجاة، فقال له هل لك حاجة؟ فقال لا. هل تركه للسبب معناه أنه غير متسبب مطلقا؟ لا، هو أراد أن يكون سببه الله بلا واسطة، سببه الله بلا واسطة، لأنه اعتبر أن الواسطة حجاب، فأراد أن يكون الله فاعلا بغير واسطة معه، أو هو لكمال رضاه بما قدره الله له فلا يريد أن يتسبب في صرف أمر قد كتبه الله عليه. فهو بين حالين، إما أنه أراد أن يكون سببه الله لأنه هو الذي خلق السبب فله أن يفعل بلا سبب، أو أنه لكمال رضاه وخلته لأنه كان خليل الله لكمال رضاه بما قسمه الله له لا يريد أن يتسبب في صرف ما قسمه الله عليه لكمال الرضا، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، فهو أيضا متسبب، متسبب بالقرب. ولذا الصوفي إن كان من أهل الأسباب أي الأسباب الظاهرة، يعني أقامه الله في أسباب الدنيا، فعليه أن يأخذ بها غير معتمدا عليها وغير ملتفتا لها، ولكن لا يخرج نفسه منها ولا يتشوف إلى خلافها حتى يخرجه الله منها، فإن أخرج نفسه وكله لنفسه، وإن أخرجه الله أعانه. فإذا أخرج نفسه هذا الصوفي المتسبب، أخرج نفسه من الأسباب والكسب في المعايش المعتاد في الدنيا، ثم انحاز إلى أهل التصوف وهم أهل التجريد وهم نوع آخر من المتصوفة، وهم لا يتسببون ولكن يتوكلون على الله بلا سبب لكمال رضاهم عن الله، فلا يذهبون حتى ليشتروا طعاما ليأكلوه، ولا يتسببون بالسعي إلى دواء ليصرفوا مرض قد أصيبوا به وغير ذلك، بل هم يتركوا أنفسهم مع الله يفعل بهم كيف شاء، فإذا أراد أن يجيعهم أجاعهم وإذا أراد أن يشبعهم أشبعهم، هكذا حالهم مع الله، وليس هو حال عموم الأمة بل هم بعض الخواص وهم أهل التجريد، وليس كل إنسان يتحمل مثل هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، ولذا خلق الأسباب حتى لا يفتن عباده، والأسباب لا تعجل قدر الله، اعلم ذلك، ولا تغير قدر الله، فإن كانت الأسباب لا تعجل القدر ولا تؤخره ولا تغيره، فلما نظر بعض الناس من أهل الصفوة إلى هذا المعنى تركوا السبب لأنه شغلهم عن المسبب فصاروا متجردين. فإن أراد هذا المتسبب أن يتجرد وأخرج نفسه من أسبابه ثم اشتكى الجوع بعد 5 أيام يبقى ليس من أهل التجريد، لأنه صار بعد هذه الحالة ملتفتا إلى الأسباب، والصوفي يريد ألا يلتفت إلا إلى ربه، فإن كان ترك الأسباب يجعلك تلتفت إليها فتسبب والتفت إلى ربك أفضل من تركها وتلتفت إلى الأسباب. ولذا إذا أقامك الله في التجريد ونظرت للأسباب فهذا نزول عن الهمة العالية، وإذا أقامك في الأسباب وأردت التجريد فهذا من الشهوة الخفية، لأنك لم ترد ما قسمه الله لك ولم ترضى بما أقامك الله فيه. فالأدب من أهل التجريد أن يلزموا التجريد وألا يلتفتوا إلى غير مولاهم، والأدب لأهل الأسباب ألا يتركوا الأسباب حتى لا يلتفتوا إلا لمولاهم، لأنهم لو تركوا الأسباب لالتفتوا للأسباب.
فأنت إن تركت السبب وهو المال مثلا، وكنت لست من أهل التجريد، نظرت إلى أهل الأموال يجمعونها وتعلق قلبك بهم لعلهم يجودون عليك بما أعطاهم الله، فكأنك صرت متوكلا على الأغنياء، فكأنك صرت متعلقا بالأغنياء، فإذا وضع يده في جيبه توقعت أنه يخرج لك بعض المال، وقد لا يكون يخرج شيء، بل قد يخرج نوتة فيها أرقام التليفون، قد يخرج منديلا ليمسح به أنفه، فتجد نفسك متعلقا بحركات الغني لعله يجود عليك، فإذا التفت إليك تقول لعله ينظر إلى حالي فيرق طبعه لي، فصرت ملتفتا إلى غير الله في كل التصرفات. فهذه الحال عليك أن تخرج نفسك من هذا الحال، وعليك أن تتسبب حتى تستغني بالأسباب التي يسرها الله لك عن النظر إلى الأغنياء وإلى غير هؤلاء. أدي المعنى. علشان كده بيقول إذا قال الصوفي الذي كان مع أهل التجريد بعد 5 أيام أنا جائع، فألزموه السوق، يعني رجعوا لي الأسباب مرة أخرى، لأنه لسه هيلتفت إلى غير مولاه، فالأولى أن يكون في السوق ملتفتا لمولاه بدل ما يترك السوق ويلتفت إلى السوق. يعني كن في الأسباب غير ملتفتا لها خيرا من أن تتركها وتلتفت إليها. فألزموه السوق وأمروه بالكسب، يبقى يشتغل بقى، اشتغل بقى كويس وتوكل على الله، ومن الذنوب ذنوب لا يكفرها الا السعي في طلب الرزق، ويبقى انت كده ماشي تمام. والرسول صلى الله عليه وسلم نظر الى يد احد الصحابة وقد تأثرت من العمل فقبلها وقال هذه يد يحبها الله ورسوله، وجاءه سائل فدله على السوق عشان يبيع ويشتري. وسيدنا ابي هريرة لما اراد ان يغرس غرسات ويعمل مزارع رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أدلك على خير من هذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة. سيدنا أبي هريرة من أهل التجريد، فلما أراد أن يتسبب رده النبي للتجريد. ولما جاءه أحد السائلين وهو من أهل الأسباب وأراد أن يتجرد ويعيش على سؤال الناس، فرده للأسباب وإلى السوق لأنه من أهل الأسباب. فأقام العباد فيما أراد، والسعادة كل السعادة أن تقيم نفسك فيما أقامك الله فيه، وألا تخرج نفسك مما أقامك فيه. ومتى تخرج نفسك مما أقامك فيه؟ إن كنت فيما أنت فيه في حرام فهذا لم يقمك الله فيه، فعليك أن تخرج نفسك في الحال. أما إن كنت في أمر مباح شرعا وأقامك الله فيه فعليك أن تلزمه وتستعمل الأدب فيه وتشكر ربك على ما أقامك فيه حتى يخرجك هو منه، إما بالترقية أو بأن يبارك لك فيما أنت فيه. واعلم أن أصل المجاهدة وملاكها فطم النفس عن المألوفات. دي خلاصة، يعني لو ما كتبش إلا السطر ده في الفصل كله كان كفاية. واعلم أن أصل المجاهدة وملاكها، يعني قوامها ركنها الأصيل، فطم النفس عن المألوفات وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات. النفس تحب ان هي ترى الأشياء أمامها محسوسة، جعانة يبقى عايزة تشوف الأكل قدامها عشان تبقى مطمئنة، ده مش كده وبس، ده هي عايزة تشوف الأكل وهي شبعانة عشان لما تجوع يبقى الأكل موجود. دي طريقتها كده، طريقة النفس كده. ومش كده وبس، وعايزة الثناء الحسن والمدح، وعايزة الشهرة، عايزة حاجات كتير وانت أدرى بيها، فتقوم تفطمها عن الحاجات دي. إن أرادت الشهرة تقوم تعمل الأعمال في الخفاء عشان تمنع عنها الشهرة، وإن أرادت الغضب والانتقام تفطمها بالحلم والعفو والصفح والإحسان. يبقى لازم تخرج عن مألوفاتها. الإنسان المعتاد إذا شتمته يشتمك وإذا ضربته يضربك، مش دي المألوفات؟ هي دي المألوفات. يقول لك اللي يضربني أضربه، اللي يشتمني أشتمه، واللي يرميني بالمية أرشه بالدم،
والكلام ده، يبقى دي المألوفات المعتادة. لكن اللي يشتمني أسامحه، ما ردش عليه أحسن إليه، دي غير مألوفة. أهو ده بقى فطم للنفس، تخرج عن الإلف. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا الحال، إن إزاي الإنسان يجهل عليك وإنت قلبك يتسع له، وإزاي يسيء إليك وبعدين تحسن إليه، وإزاي يمنعك العطاء وأنت تعطيه، وإزاي يظلمك وأنت تعفو عنه وتعدل معه. أن تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عمن ظلمك، خلاف المألوفات. يبقى هو فطم النفس عن المألوفات المعتادة، فطم النفس عن المألوفات. النفس عايزة تاكل وتشبع وتنام وتستريح، تنبل. شوف الحمار اللي ياكل، شوف الحمار كده ما بياكل ويلاقي الشمس حلوة وما عندوش شغل يعمل ايه؟ ينام ويبرطع ويفضل يتمرغ على التراب، مش عايز يعمل حاجة، اكل وصنعة وقلة مرع، صح ولا لا؟ اهي النفس زي الحمار ده، اهي النفس دي، النفس عاملة زي الحمار ده، عايزة تاكل وتشرب وتنام وتنبل، اخر تنبل، يقوم هو يقلل اكلها. انت لما يبقى عندك دابة وعايزة تستعملها، تقلل لها اكلها علشان تنشط معاك، لو شبعتها هتنام، تقلل لها اكلها تقوم تنشط معاك. والناس اللي بتراعي الدواب تفهم الحكاية دي كويس، لما يكون عنده حصان وعايز يعمل مشوار، يقوم يعمل له ايه؟ يقوم يديله اكل بقدر ضئيل علشان يبقى نشيط ويجري، يقوم يأتي المشوار، لما يوصل وعايز يريحه يأكله ويملى بطنه ينام. فيبقى انت حملها على خلاف هواها، هي هواها ايه؟ تاكل وتشبع، يبقى تاكل وما تشبعش. نحن قوم لا نأكل الا اذا جوعنا واذا اكلنا لا نشبع. هم فهموا كلام النبي بس تنفذوه صلى الله عليه وسلم، وعبروا عنه بألفاظ اخرى، لكن هو نفس المعنى. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول نحن قوم لا نأكل الا اذا جوعنا، النفس ساعات تقول لك انا نفسي اكل حاجة الفلانية، طب انت جعانة؟ لا مش جعانة، بس تفاصل. الصوفي اللي عايز يربي نفسه لا ما ياكلهاش الا اذا جاعت، مفيش حاجه اسمها نفسي، نفسي ايه؟ واخد بالك؟ يقهرها، يبقى بيخرجها عن معتادها. وبعدين لو جاء بقى جاع ياكل بس ما يشبعش، يبقى برضه خرجها عن مألوفها، هي مألوفها انها عايزه تاكل حتى ولو ما شبعتش، مجرد اشتقت للطعام، يقوم هو يخرجها عن المألوف ده، يقوم ما ياكلهاش الا اذا جاعت. وبعدين المعتاد انها لما تاكل عايزه تشبع، يقوم يخرجها عن المألوف الثاني، يقوم ياكلها وما يشبعهاش، تقوم تنشط معاه، تنشط معاه يقل نومها، لان هي عايزه تاكل وتنام وتبرطع وتخش الحمام، وبعد كده تسهر قدام التلفزيون ويقزقز لب ويلم الشله ويضيع عمره. ما دي طريقته، هي دي النفس. لا هو بقى يبعد عن الشله رفقاء السوق، لانهم دول بيضيعوا وقته، يخرجها عن مألوفها، لانه وقتها ألف الشلة بتاعته، المجموعة بتاعته، لا يخرجها عن مألوفها، يغير الصحبة. يبقى أول حاجة يغير الصحبة، والمرء على دين خليله، واتبع سبيل من أناب إلي. يبقى الإنسان في هذه الأحوال تجد إن كل يعني أوامر النبي في الآداب صلى الله عليه وسلم هي طريق التصوف، لأن التصوف اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي فهمه الصحابة وألفوه ونفذوه. لكن كلمة تصوف بالألفاظ دي بالمقاطع دي مستحدثة، هم أطلقوا عليها كده، زي ما أطلقوا على علم القواعد علم النحو، وعلم ميزان الكلمة علم الصرف، وأطلقوا على علم الحديث علم الحديث، وعلم الرجال وعلم الفقه وهكذا. فدي كلها مصطلحات، لكن المعاني كلها مستمدة من النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا وفهما وتوجيها. فهي المجاهدة هي كده، حتى في الطاعات، حتى في الطاعات، الطاعات التي لم يفرضها الشرع عليك ولم يسنها عليك الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقاش فيه، لا نناقش في الفرائض ولا نناقش في المستحبات التي استحبها النبي، نحن نناقش في الطاعات في الوقت الذي ليس فيه هذه الأشياء المشروعة.
بين العصر والمغرب. انت في الشرع مطلق الصراحة تفعل ما شئت بين العصر والمغرب، فتعرض على نفسك بين العصر والمغرب ماذا افعل؟ اذهب الى النادي ام امكس في البيت اذكر ربي، ام اذاكر دروسي لان امتحاني اقترب، ام اذهب الى مصنعي او عملي، او اذهب الى عيادة مريض، او الى صلة رحم، او الى اصلاح بعض الاشياء التي فسدت في بيتي، ام انام، ام اغير ثيابي، ام اشتري بضاعة اريد ان اشتريها. يعني انت قدامك 100 حاجة تعملها براحتك بقى انت، وكل ده مشروع. فهمت ازاي؟ تقوم تعرض على نفسك هذه الاشياء اللي تلاقيها اصعب على نفسك اعملها، يبقى ده تخرج عن مألوفها، ادي المجاهدة. اعرض على نفسي بين العصر والمغرب، انا عندي نشاط، لا عايز انام ولا جعان ولا حاجة. طب انا عندي نشاط اعمل ايه؟ انا نفسي مشتاقة تفتح التلفزيون وتشوف المسلسل، يبقى في الحالة دي افطمها، مفيش مسلسل، مفيش تلفزيون. طيب مفيش دي، تقوم تقول لك ايه؟ طب ما تروح تزور فلان ده، انت بتستخف دمه وبتقعد معاه يقعد يحكي لك وتضحك وتنبسط. تقول لك طب ما تروح لده، صاحبك ده ظريف تقعد معاه. تقوم تقول طيب، ولا راجع القرآن بتاعي اللي انا نسيته؟ لا 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 لا، بعدين بقى، لسه حمراجع بعدين. تسوف، تقوم تقول لا لا حراجع قرآن بقى، حنراجع القرآن بقى يا مجرمة، واخد بالك؟ وتروح قاعد فاتح المصحف وقافل على نفسك الأوضة وقاعد رايح جاي تراجع في القرآن لحد ما يدن عليك المغرب. اهو ده خروجها من مألوف. تيجي تراجع القرآن تقول لا لا لا، طب ما تصلي على النبي يا اخي، ده الصلاة على النبي مقبولة حتى ولو انت سرحان، لان الصلاة على النبي هتقولها بلا تركيز، انما المراجعة عايزة تركيز ومجهود، وهي تنبل، هي النفس تنبل عايزة تبرطع. فهمت؟ عايز اكتب اذاكر علشان ايه؟ تقول لك مش انت عايز تذكر يا سيدي اذكر، وتديك الذكر اللي فيه التنبلة اللي انت تقوله بلا تركيز. فهمت ازاي؟ تقول لك ما تجيب السيف حالة سبحان الله سبحان الله، يعني انت تعملها كده وتقعد تفكر ليه؟ لان مراجعة القرآن عايزة انتباه وعايزة مجاهدة، فهي عايزة ادام لقيتك عايز تطيع تطيع، تقوم تدي لك الطاعة السهلة. فهمت بقى المسألة؟ او تديك الطاعة اللي فيها فسحة، فلان صاحبك ده مريض وفي حتة كده فيها متنزهات، والتاني مريض وفي حتة كلها مجاري طفحة، تقوم تقول لك ما تروح تزور ده يا اخي حتى بالمرة نتفسح ونغير منظر. قول لها لا والله لا هروح ازور الراجل التاني اللي في المجاري اللي كلها طفحة. واحد مريض من اصدقائك يكون ايه؟ يعني مش من اهل الحسب والنسب وال بني ادم بسيط الحال، والتاني بقى يعني شغال منصب كبير، فتقوم تقول لك ما تروح تزور فلان ده. تقول لا لا والله لا هروح ازور الفقير الغلبان ده. الاثنين مرضى، انا هختار الفقير الغلبان عشان تبقى لله خالص. وهكذا. ادي طريقة مسايستك لنفسك طول ما انت عايش في حياتك بقى. تلاقي نفسك بالطريقة دي، نفسك بالتدريج بالتدريج تنقاد لك. طالما ابتدت تنقاد لك بقت خلاص بقى مروضة. زي الاسد اللي مع عيلة عاكف اللي في السير كده. تبص تلاقي ايه؟ تجوعوه الاول، يجوعوه جامد مش كده علشان يسمع الكلام، وبعدين يرزوه علقة بالكربات، وبعدين بعد كده يجوعوه لدرجة ما يموتوهوش قبل ما يا خلاص يدوله بقى شوية لحم، وبعدين بيدوله شوية لحم يجوعوه تاني، وبعدين ما يدلوش الاكل تاني الا لما يعمل اللي هم عايزينه منه. فهمت ازاي؟ فانت نفسك كده عايزه تتروض بالطريقه دي، لا تموتها خالص، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، ولا في نفس الوقت تعطيها وترخي لها في اللجام فتهلكك وتريدك الايه؟ المهالك. هي دي المجاهده. ازاي الحكايه دي بتتم؟ باخراجها عن مألوفاتها. شفت ازاي؟ هي دي سهله، هي اخراجها عن المألوفات. تجد ربك فرض الصيام، الصيام في اخراج النفس عن المألوفات، لان يقول لك تمتنع عن الطعام والشراب وهو مباح في فترة زمنية معينة، تبقى جعان وعطشان وممنوع لما المغرب يد ليه؟ عايز يعودك انك تفطم نفسك. موسم الحج، واحنا دلوقتي في موسم الحج، اخراج النفس عن مألوفاتها، بتلبس غير اللباس اللي انت تعودت تلبسه في الاحرام،
وتنام في حتت عمرك ما تتصور انك هتنام فيها، صحاري وصخور وجبال، حد ينام هناك؟ حد يروح هناك؟ يعني لولا ان ربنا سبحانه وتعالى فرض الحج هناك، حد كان يروح هناك يهوب؟ ولا في طبيعه حلوه ولا في حاجه خالص، لكن سبحان اللي وضع محبه هذه الاماكن في قلوب عبادي. ودي ايه، لانه لو جعل الحج في مكان متنزه، في مكان كله بساتين، في مكان كله طبيعته ساحره خلابه، لكان الناس قد تكون راحه لتتنزه. لكن ربنا جعل الحج في مكان لا تشتاق النفس بطبيعتها اليه اصلا، صحراء وقاسي وجبال وصخور وشغلانه قاسيه جدا، علشان لما تبقى رايح، رايح مش لنفسك، لله. افهم، يبقى ربك حتى في اختياره مكان الحج عشان يخرج النفس عن مألوفها. وبعدين يقول لك تنام هنا وتبات هنا وترمي هنا تعمل هنا، بعد ما كنت بتنام انت في اوضه لوحدك بقيت تنام وجنبك مليون واحد. شغلانه مش سهله دي، اخراج النفس عن مألوفاتها. بعد ما كنت تدخل الحمام لوحدك بقيت تقف طابور مستني الدور علشان تخش تقضي حاجتك. مش حاجه صعبه دي برضو؟ اخراج النفس عن مألوفاتها. بعد ما كنت متعود تاكل اكل معين ووجبات معينه وساخنه في اوقات معينه وبارده في اوقات معينه، ما تيسر كله، ما تيسرش مش مهم، كل ده اخراج النفس عن مألوفاتها. يبقى تجد ان الشرع الشريف في تكاليفه حتى الظاهره المعروفه المعتاده كلها اخراج النفس عن مألوفاتها. الزكاه، النفس مألوفها انها تكنز المال، يجي لك الزكاه يقول لك لا خرج، لا خرج وانفق. والصدقه لاخراج النفس عن مألوفاتها. فتجد كل الشرع قائم على هذا الاصل، لانه يريد ان يرقيك، يريد ان هو يخرجك مما انت فيه من ظلمات نفسك، لان نفسك بتنازع ربك في الربوبيه، دي مصيبه. وعشان كده لازم تضربها بصوت الشرع الشريف، وهي المخالفات الشرعيه. وعشان كده يقول لك ايه، فطم النفس عن المألوفات وحملها على خلاف هواها في عموم الاوقات. واحد يشتمك وينرفزك ويضايقك، المعتاد انك انت تتنرفز، لا، الغير معتاد بقى انك انت تكظم الغيظ. شفت بقى، عايز يخرجك عن مألوفاتك بقى. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، مش كده وبس، وتعفو عنه. طيب ما ممكن، وتحسن اليه، والله يحب المحسنين. يبقى حتى فطم النفس درجات. اذا كنت في بدايتك على الاقل تقزم غيظك، تعودت قزم الغيظ، اتعود بقى تعفو، ارتقي بقى، ارتقي بقى، اقزم الغيظ واعفو. لان ممكن تقزم غيظك لكن ايه، تكن البغض، يبقى في قلبك بغضه. لا، ربك سبحانه وتعالى بعد كده ما عودت نفسك ان صار من الفك ان تقزم الغيظ فصار مألوفا، يخرجك الى غير مألوف اخر، وهو انك انت تعفو عنه، فصار العفو عندك مألوفا فيخرجك الى غير مألوف، تحسن اليه. فانظر، حتى الطاعة لو صارت مألوفة يخرجك الى طاعة اعلى منها، حتى لا تكون باستمرار في الف الطاعة، حتى تكون مشغولا بالمعبود لا بالعبادة. فهمت؟ لا تكون مشغولا بالعبادة بل مشغولا بالمعبود، لأنك لو اشتغلت بالعبادة وانشغلت بها صرت تعبد لنفسك. حتى إن بعض الناس يقول لك أنا ما استريحش إلا إذا صليت جماعة في الجامع الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام في الصف الأول، غير كده أبقى متنرفز طول اليوم. فصار إلفا. ده نقول له لا بقى، ده أنت تصلي في جامع تاني واحرص تصلي في الصف الأخير. شوف قد ايه بقى، لان صرت تبتغي الشهره، لان نفسك بقت تحب ان الناس تبص لها ويقولوا ما شاء الله الراجل ده ما فتهوش تكبيره الاحرام، الراجل ده ما يدانش الاذان لو ندخل نلاقيه في الجامع. فصرت انت انا كمان ما تستريحش الا لما تعمل كده. فصرت بتعمل كده بقى مش للطاعه، ده انت بتعمل كده علشان النفس تمدح، ده انت وقعت في مشكله كبيره، ده بقت نفسك بتطلب المديح في الطاعه. وعشان كده يقول لك وراعيها وهي في الاعمال سائمة، الاعمال اللي هي الطاعات، وراعيها وهي في الاعمال سائمة، وان هي استحلت المرعى فلا تسن.
يعني لو استحلت عبادة معينة لا انقل على صورة أخرى لإخراجها من مألوفها باستمرار لحد ما تصل لمرحلة بتعمل العمل لله مش لنفسك. فهمت المسألة بقى؟ وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات. وللنفس صفتان مانعتان لها من الخير، انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات. ما هي كده؟ التنبلة وتحصيل الشهوات. التنبلة اللي هو الامتناع عن الطاعات، تنبل قوم صلي الفجر، الدنيا برد حما قوم هبقى اصلي، يبقى تنبل. يبقى التنبلة دي اللي هي الامتناع عن الطاعات، تكاسل. وبعدين بعد كده الانهماك في الشهوات، واول ما يصحى مش يبقى حريص بقى على الطاعات بقى يعوضها، لا ده منهمك عايز يستحمى ويلبس احسن ثيابه علشان ينزل. ايه الشياكه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يبقى مهتم بايه؟ بمظهره وتارك مخبره. لا مش المساله كده. انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات، فاذا جمحت عند ركوب الهوى، يعني في ركوب الشهوات جمحت منك، وجب كبحها بلجام التقوى، خشية الله، الخوف. وإذا حرنت عند القيام بالموافقات يجب سوقها على خلاف الهوى، يبقى يسوقها بالخوف ويقودها بالرجاء، يسوقها بالخوف ويقودها بالرجاء، فلا ده يغلب ده ولا ده يغلب ده. فإذا جامحت، أدي شوف كل تشبيه النفس بيشبهها حيوان إزاي؟ لأن هي النفس حيوان، هم شافوها حيوان فعلا. شافوا النفس حيوان لأن عاشوا مع نفسهم وكانوا صرحاء مع نفسهم. أنت تتكسف. وربك سبحانه وتعالى لما غلبت النفوس على الكفار شبههم إيه؟ قال إنهم إلا كالأنعام. مش كده برضه؟ لما غلبت عليهم نفوسهم فكفروا شبههم بإيه؟ بالدواب، بالأنعام. والأنعام علشان غير مكلفين زعلوا. فلما اشتكوا ربنا قال بل هم اضل، عشان يجبر خاطر حتى الدواب. فهمت المساله؟ ايوه، لانه مكلف. واذا حرنت عند القيام بالموافقات، وتملي كلمه حرن تطلق على البغل والحمار، يقول لك ده حرن. مش كده برضو؟ عشان كده هم بيشبهوا النفس بالحمار برضو. وقال لك ان في نفوس حميريه وفي نفوس تبعيه وفي نفوس ثعلبيه، كل واحد على حسب. مكار يبقى ثعلبي، اذا كان مهاجم وشرس يبقى ذئبي سبعي. في ناس نفوسها كده، يقول لك انا ما استريحش الا لما اشوف الدم ويتك على اسنانه كده، واخد بقى؟ ده منتقد، نفسه سبعيه. في واحد تاني يا عم انا مالي، ويبقى ده نفسه يعني جبانة شوية، حمار على قد حاله كده. وهكذا النفوس كتير بقى، النفوس أنواع. سبحان، أنا يعني والله أعلم عندي اعتقاد يعني أو ظن إن ربنا خلق العالم الحيوان ده كله بعدد نفوس البشر، واخد بالك؟ وصوره لك في الحس علشان تعرف من عالم الحيوان ومن سلوك الحيوانات سلوك البشر المختلفة. فتجد من البشر من هم سباع، ومن البشر من هم زي الدبة، تلاقي يأذي اللي بيحبه، من البشر كده دبة، واخد بالك؟ وهكذا في أنواع كتيرة. فجعل نفوس البشر صورها في صورة حيوانات، فخلق عالم الحيوان في الحس عشان أنت تراه تعتبر، فلما ترى عالم الحيوان تعتبر. حتى نفس الأصوات ومخارج الحروف تجد إن كل حيوان ليه مخرج حرف بطريقة شكل، عشان تجمع كل أصوات الحيوانات تطلع لك جميع مخارج الحروف. فدي حاجة برضو عجيبة يعني، والله أعلم. وإذا حرنت أو حرنت، ينفع بضم الرأي أو فتحها، عند القيام بالموافقات يجب سوقها على خلاف الهوى. يعني حتى لما تلاقيها عند القيام بالموافقات اللي هي الطاعات، يعني ابتدت تحرن عن طاعه وتندفع لطاعه تانية، لا بقى سوقها للطاعه اللي حرمان عنها. فهمت ازاي؟ زي ما قلت لك، تسوقها للطاعه اللي هي ايه؟ مش عايزاها. انا بحب الذكر الجماعي، بنتعش كده اما اقعد مع الناس واذكر.
وبعيد معتاده بقى لي سنوات ما اذكرش الا في الجماعه. لا بقى بطل بقى، اقعد اذكر بقى في منفرد، اذكر منفرد، لا تكون بتذكر في الجماعه علشان يقال عليك ذاكر، ابعد بقى، يبقى ساعتها تذكر منفرد احسن. وهكذا يبقى. طب ما الذكر الجماعي حلو، بس هي ابتدت تحرن عن الذكر الانفرادي وبقت تندفع على الذكر الجماعي، يبقى اكيد في عله، اكيد في عله بقى. فهمت ازاي؟ هي حبت الذكر الانفرادي على طول على طول، مش عايزه تذكر جماعي خالص. نقول لا لا بقى، ده انت كده تذكري جماعي. ليه؟ لان في الذكر الانفرادي المستمر لا يوجد نوع منافسه بينك وبين الناس، فتظن وانت منفرد انك انت وصلت، فلما تيجي تقعد مع الذاكرين تعرف انك انت ولا حاجه. تلاقي الناس بتذكر ده بيبكي وده واخد الوجد وانت بتاع، وانت او انطجي قاعد بتهرش في صباع رجلك. يبقى انت وصلت لفين؟ يبقى تكشف نفسك. فهمت ازاي؟ يبقى وهكذا. يبقى الذكر الجماعي له فوائد وله مضار، والذكر الانفرادي له فوائد وله مضار، ولازم انت تبقى حكيم نفسك، انت طبيب نفسك. فهمت المساله؟ تبقى ماشي على بصيره. ادعو الى الله على ايه؟ على بصيره، مش اي كلام وخلاص بقى. لا، ادي الصوفي اللي فاهم. ما يضرش، ما يجراش حاجه، بس انت دلوقتي وانت بتربي نفسك انت مش عارف هو خصصك فيه. احنا في مراحل تهذيب النفس، فاذا ماتت النفس وهذبت تماما هينشرح صدرك لما خصصك الله فيه، فتفعله بالله لا بنفسك. واخد بالك؟ يعني لازم الاول تخرج الى الله من كسوة الاغيار وتعود اليه بكسوة الانوار. تلاقي نفسك هي الطاعة هي هي، بس انت الاول كنت بتعملها بنفسك ولنفسك، فلما خلصت من نفسك صرت تعمل نفس العبادة بالله ولله. المرحلة دي، مرحلة الولادة دي، هي دي مرحلة الكفاح بقى، هي دي مرحلة المجاهدة بقى، هي دي مرحلة المجاهدة. وإذا ثارت عند غضبها فمن الواجب مراعاة حالها. لما تيجي تغضب وتثور يبقى حالها، اعرف ان حالها لسه حية، لسه نفسك قوية عليك. لا بتصوري ليه؟ ما تتليه، اتليه وعد كلكم لآدم وآدم من تراب. كل ده علشان الراجل تف في وشك؟ ايه يعني؟ وشك ده هتاكله الدود. ايه يعني؟ شوف سيدنا ابراهيم ابن ادم لما اشتاقت نفسه لطعام معين فترك عزلتي ودخل للسوق، كانوا في الوقت ده بيجروا ورا حرامي. فلو ده داخل كده وهم بيجروا يقولوا حرامي حرامي، مسكوه هو الحرام. هو مسك الراجل قاعد يضربه على وجهه. هو فهم الاشاره من الله ان هو كيف ترك عبادته وسار خلف نفسه، فلما سار خلف نفسه ذل، ولما كان مع الله كان في عزه، فاعتبر ان دي اشاره من الله. فالراجل يضربه العسكري يقوم يقول له اضرب وجها كم عصى الله. فهم على طول بقى، يبقى فهم على طول. ما قالوش انت ما تعرفش انا مين، ازاي تضربني يا مجرم، يا ولدي عسكري ازاي تضربني، ده انا شيخ الشيوخ. ما قالوش كده، لانه يعني فاهم نفسه انها هي اللي زلته. فهمت؟ وادي معنى واذا ثارت عند غضبها فمن الواجب مراعاة حالها. تشوف حالها ايه، هي غضبانة لله ولا لنفسها. انت غضبت الوقت لأنك شفت المنكر، أنت غضبان بقى لنفسك علشان تسيطر على المسألة وتقف وتكلم الناس بقى وتبقى شيخ كبير وتبقى أنت اللي مسيطر على المسألة وفي صورة آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، ولا أنت فعلا غضبان لله بغض النظر عن إن الناس تقول عليك كده ولا لأ؟ فشوف هي غضبانة غضبانة علشان يقال ليها انها بتغضب لله، ولا غضبانه عشان يقال ليها ان هي مسيطره وقائده وانها متبوعه، لان دي كلها النفس عايزه تبقى كده، عايزه تبقى قائده ومسيطره ومتبوعه وقاهره ومسموعه ومنظور اليها ويشار اليها. فخد بالك بقى، راقب نفسك في كل حال.
فما من منازلة أحسن عاقبة من غضب يكسر سلطانه بخلق حسن. يبقى أهانك تقوم أنت ما تهنوش وادفع بالتي أحسن السيئة، مش كده برضه؟ يبقى دي خلاف المألوف أهو، لأن المألوف العادي إن اللي يسيء إليك تسيء إليه. لا ده أنت خلاف المألوف، مش أنت كمان تسيبه، لا ده أنت تديله الأحسن. يبقى القرآن دلك على خلاف المألوف. فما من منازلة أحسن عاقبة من غضب يكسر سلطانه بخلق حسن. حلم، عفو، صفح، إحسان. وتخمد نيرانه برفق، فإذا استحلت شراب الرعون فضاقت إلا عن إظهار مناقبها والتزين لمن ينظر إليها ويلاحظها، فمن الواجب كسر ذلك عليها وإحلالها بعقوبة الذل بما يذكرها من حقارة قدرها وخساسة أصلها وقذارة فعلها. يبقى كل ما تعلو لا بقى مرمغ بها التراب، زي ما الشيخ الشعراوي كان حكى انه كان اعجب بنفسه مرة، فدخل مسح الكابينيهات، هو شيخ كبير كده، دخل مضي سيدنا الحسين قبل الفجر وقعد يمسح الكابينيهات وهو شيخ كبير، لانه كان اعجب بنفسه، كان حضر مجلس كده فاتكلم كلام فالناس كلها اعجبت بيه، فلما الناس اعجبت بيه هو فرح بنفسه. فلما رجع، لانه هو كان بيراقب نفسه لانه تربية مشايخ فاهم، فلما لقى نفسه اعجب بنفسه قال لي دي المصيبة، ده انا كنت الظاهر بقول الكلام ده علشان يشار الي بقى، ده مش لله. طب والله لازلك هتمسحي تشيل النجاسات. وقعد طول الليل يمسح في ايه؟ في كابينيهات مدة سيدنا الحسين، واخد بالك؟ فيبقى هو كان بيخرجها عن مألوفها، يراقبها، مش يفرح بنفسه ويقول يا ارض تهدم عليك ادي، ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وجهد العوام في توفية الاعمال. العوام من المسلمين كل جهده ايه؟ ان يعمل اعماله المطلوبة منه وافية صحيحة بقدر الطاقة. وقصد الخواص بقى اللي هم اهل التصوف الى تصفية الاحوال، يشوف حاله وهو بيعمل عمل، مش مشغول بالعمل، لا هو بيعمل العمل بس مشغول بحاله وهو بيعمل العمل، هو بيعمله ليه وبيعمله ازاي ونفسه بتقول ايه عشان يخالفها، يبقى ده حال تاني بقى، ده نظرة تانية. وقصد الخواص الى تصفية الاحوال، فان مقاساة الجوع والسهر سهل يسير، ومعالجة الاخلاق والتنقي من سفسافها صعب شديد، لان عايز كل لحظة، انما كونك تجوع وتسهر ما يجراش حاجة، طب انا مسيري بعد الجوع هاكل، مسيري بعد السهر هنام، يعني برضه متصبرة، انما لما تبقى قاعد بتنطيها طول النهار وقاعد تقوم تبقى تعبانة قوي، لدرجة ان هي مرة نفس احد الزهاد حدثته قالت له روح قاتل في التتار، مع التتار، فاستعجب قوي بقى في نفس تقول لواحد تروح القاتل، فقعد يراقب يراقب يراقب، اتضحت اللئيمة عايزة يطلع يقاتل علشان لما يموت شهيد يشتهر، ويقول لك شوف فلان العابد الزاهد قاتل ومات شهيد، يقوم يشتهر، يعني عايزة حتى تشتهر ولو ماتت. فقعد يدعو ربه يا رب بين لي ليه نفسي بتأمرني بكده، ليه نفسي، فجاءه في الرؤية قالت له نفسه أنت تقتلني في كل لحظة 100 مرة، أريد أن أموت مرة واحدة ثم أشتهر بعدها. فيبقى هي منازلة النفس صعبة، لأنها في كل لحظة دي حاجة عدوك جواك نايم في حضنك، تصور عدوك ونايم في حضنك. طب أنت لما بتقاتل العدو العادي أهو ده في معسكر وأنت في معسكر سهلة، الا دي بقى نايمه في حضنك ومش كده وبس، وعايزه اي هفوه وغفوه منك وتقتنص منك مقاماتك اللي انت وصلتها مع الله، وتقتنص منك كل ما فعلته من خير عشان ينسب اليها فلا تجد له ثواب في الاخره. يا دي المصيبه دي، يعني ده عايزه تنشلك وعايزه تسرقك وعايزه تقتلك وعايزه وعايزه، دي شغلانه مش سهله. فهي في نزال باستمرار، النزال انك انت تنزل من على الفرس، واخد بالك، وتقاتل وانت على اقدامك. يعني ايه قتال؟ المستميت، اهي كده
انت ومع نفسك في نزال، هي نازلة وانت نازل، وايهما يغلب هينتصر. فربنا ينصرنا على شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ومن غوامض افات النفس، من الغوامض بقى ركنها الى استحلاء المدح. يا سلام. وعشان كده يقول لك ان بداية الولاية استواء المدح والذم من العامة، بداية الولاية ان الناس ذمت، الناس مدحت، انت ماشي في سكتك ما تفرقش معاك. فهمت ازاي؟ لكن طول ما انت بتستحلي المدح يبقى نفسك لسه صاحي، وكل ما تلاقي تمدح تنشط اكتر يبقى انت بتعمل من اجل المدح، واذا ذموك تكسل يبقى انت بتعمل من اجل المدح. يبقى لو الذم ادى الى التكاسل عن الطاعات، والمدح ادى الى النشاط في الطاعه، يبقى انت بتعمل من اجل المدح. يبقى اوزن الامور وخد بالك. ومن غوامض افات النفس ركنها الى استحلاء المدح، ودي وقع فيه حتى علماء اكابر، علماء اكابر، مش احنا التلامذه بالنسبه لهم، لا ده علماء اكابر وقعوا فيه. فدليل انها امر غامض يجي يتدحلب جوه نفسك كده وانت مش واخد بالك، ويجي يسيطر عليك وانت مش واخد بالك، تجد نفسك بتعمل من اجل كل اعمالك من اجل ايه؟ ليقالوا عليك انك جواد، ليقالوا عليك انك شجاع، ليقالوا عليك انك عالم. واول من تصعر بهم النار انت عارف الحديث، فربنا ينجي. فان من تحسى منه جرعة، يعني ده حلاوة المدح وعايزه، حمل السماوات والأراضين على شفرة من أشفاره. يسهل عليه بقى حمل كل الصعاب طالما هيمدح. عارف برنامج مواقف وطرائف اللي بيجيبوه ساعات في التلفزيون ده؟ يجيب لك واحد بيشد لك مثلا العربية بودانه، يربط حبل في العربية حبل ودانه ويمشي كده، شوف يتحمل كل الصعاب عشان يصوروه ويجي على رؤوس الأشهاد ويعملوا معاه حديث صحفي ويبقى مشهور من اجل ان يمدح. شوف يتحمل قد ايه الصعب، ياكل الازاز علشان يصوروه وياخد الشهر، ياكل الصفيح ويقرقشه قدام الجمهور ويعمل كده، والمذيعه تقول له طب كل كمان مره، لا حاضر، احلى من العسل. وهو بيتجرع الصعب ليه؟ يريد الشهره. ادي معنى كلامه، ان اللي يدوق حلاوه المدح ونفسه تستحلاه يحمل السماوات والأراضين على أشفاري حتى يمدح أكثر وأكثر. لكن اللي ما اللي المدح عنده ما يفرقش، تجده لا يكسل عن الطاعة حتى ولو لم يمدح. واللي المدح عنده يفرق، ينشط إلى الطاعة من أجل أن يمدح. فهمت بقى المسألة؟ يعني حتى الطاعات الصعبة تسهل على الإنسان المحب للمدح، فيصوم باستمرار طول السنة عشان يقال عليه أنه لا يفطر، يقوم طول الليل حتى يقال عليه أنه لا ينام، يحفظ القرآن ويتقنه حتى يقال عليه أنه لا يخطئ، يحب المدح، يحسن صوته في القرآن ويجلجل ويغير النغمات حتى يقال له ما أحلى تلاوته، ما أجمل قراءته، يتلاعب في ترانيم صوته حتى يقال ما أكثره خشوعا في التلاوة. كل هذا من أجل أن يمدح. خدت بالك بقى؟ يبقى المدح ده خطير جدا، يعمل كل حاجة ولو طاعة ويتقن الطاعة من أجل أن يمدح لا من أجل رب العالمين. أدي المسألة بقى. وأمارة ذلك، العلامة إيه بقى؟ العلامة عشان تشخص المرض، مش إحنا لما تجيلنا كمريض كده نقوم إيه وإحنا مش عارفين المرض إيه، نقول لك اعمل أشعة واعمل تحاليل ولحد ما نشخص المرض من خلال الأبحاث دي كلها. يوم يجي هو بقى عايز يقول لك تعمل ايه، الابحاث اللي تعملها في نفسك اشعه وتحليل تعرف انت من النوع ده ولا مش من النوع ده عشان تعالج المساله. وامارت ذلك انه اذا انقطع عنه ذلك الشرب اللي هو ايه؟ اللي هو المدح يعني، آل حاله الى الكسل والفشل. لما كان امام في الجامع وبيصلي بالناس التراويح وكل يوم يقرا لهم جزء وجزئين قران، كان طول النهار يراجع في القرآن وطول النهار قاعد يحسن في التلاوة علشان بالليل ما يغلطش. أول ما غيروا الشيخ وجابوا شيخ تاني بقى ينام تنبل في البيت.
ما بيصليش خالص ولا بيراجع قرآن خالص وابتدى ينسى القرآن. ادي العلامة اهي، عايز اوضح من كده علامة؟ يبقى هو كان بيعمل للمدح. فهمت بقى المسألة؟ عايز بعد دي علامة؟ العلامة ان الانسان يكسل لما يزول المدح، وينشط لما يبقى المدح موجود. بس هي دي العلامة، علامة واضحة خالص. يعني هتروح تعملها بفلوس؟ يعني انت ما بتعمل تحاليل بتروح تدفع فلوس قد كده، اشعاعات تدفع فلوس قد كده، لكن هو دلك على عيب خبيث، اهو ده مرض خبيث، ده مرض خبيث اعلى من السرطان واقوى. ليه؟ لانه متشعب في النفس. والسرطان سموه سرطان ليه؟ لانه متشعب في موضعه، مش ثابت في موضع واحد، ده متشعب في اماكن كثيرة. كذلك تغلغل حب المدح في النفس كالسرطان، واخد بالك؟ يبقى انت لازم تعالجه بقى، ولازم تستأصله بقى، لكن تستأصله مش بالمشرط الجراحي، تستأصله بالمشرط النبوي، بالاستعانة بالله، بمخالفة النفس، بالاجتهاد، واخد بالك؟ حتى ولو ترك المدح تقاوم نفسك بقى. يعني انت بعد ما اقالوك من المقرأة اللي انت كنت بتقرأ فيها، تواظب على وردك القرآني كما كنت واشد، لانك تثبت امام نفسك حتى على الاقل، يا مجرمة انا بعبد ربنا مش بعمل ليكي، يا مجرمة ده انا مستمر فيما انا عليه، انا ما كنتش بعمل ليكي علشان تمدحي او انطجية. ويفضل طول النهار يشتم في نفسه بدل ما يشتم في خلق الله، يستعمل لسانه البذيء لنفسه بدل ما يستعمل لسانه البذيء في خلق الله. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. يوم ساعتها يربي نفسه. وكان بعض المشايخ يصلي في مسجده في الصف الاول سنين كثيرة، فعاقه يوما عن الابتكار الى المسجد عائق. يوم كده اتأخر فما قدرش يبكر كالمعتاد، فصلى في الصف الاخير، فلم يرى بعد ذلك مدة، لقوه اختفى بعد كده مدة. فسئل عن السبب فقال: كنت اقضي صلاة كذا وكذا سنة صليتها، وعندي اني مخلص فيها لله، فدخلني يوم تأخري عن المسجد من شهود الناس اياي في الصف الاخير نوع خجل، فعلمت ان نشاطي طول عمري انما كان رؤيتهم فقضيت صلواتي. شفت المسألة بقى؟ يبقى الواحد ياخد باله، اهو ربنا اخره مرة عشان ربنا بيحبه، اراد يطلعه على عيب نفسه. يوم ربنا يحب واحد يطلعه على مرضه عشان يعالجه، فاخره مرة سبحانه وتعالى لأي سبب. فلما صلى كده في الصف الاخير بقى مكسوف الناس تشوفه في الصف الاخير، وهم بقالهم سنين بيشوفوه في الصف الاول، فروح قال: انت مكسوف من ايه يعني؟ انت مكسوف ده انت كده بقى بتراعي الناس، ده انت كنت صلاتك كل اللي فاتت دي مش اجتهاد لطاعة الله، ده اجتهاد لجلب مدح نفسك، فرعيت صلوات السنين دي كلها. فهمت ازاي؟ عادها كلها. فهمت بقى ازاي الناس اللي بيبقى على بصيرة، الانسان اللي عنده بصيرة؟ ادي المسألة. ويحكى عن ابي محمد المرتعش انه قال: حججت كذا وكذا حج على التجريد، يعني لاخذ فيها زاد، يعني يمشي كده في الصحاري. وزمان كان الحج بقى ايه؟ يمشي في الصحراء يعني ايام وشهور على ما يوصل، تخرج الصحراء وانت معكش لا ماء ولا طعام، معناه داخل للمهلك. ما هي كده. فده دليل ان الراجل ده كان ايه؟ عنده همة عالية في التوكل، كان يخرج كده بقلب جامد، يقول: حججت كذا وكذا مرة على التجريد، يعني ده دليل انه في التوكل عالي، مش كل واحد يتحمل هذا. فهمت؟ طيب، قلنا سمعنا وأطعنا، راجل زي الفل اهو. فبان لي ان جميع ذلك كان مشوبا بحظي، وذلك ان والدتي سألتني يوما ان استقي لها جرة ماء، فثقل ذلك على نفسي، فعلمت ان مطاوعة نفسي في الحجات كانت لحظ وشوب لنفسي، اذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب علي ما هو حق في الشرع. لما امه قالت له: املى الجرة دي، لقاها تقيلة على نفسه، والحج من التجريد سهل على نفسه. قال: الله، بقى انا الحج على التجريد وهو نافلة سهل على نفسي، وطاعتي لامي وهو فرض صعب على نفسي، يبقى نفسي لسه موجودة، يبقى انا كنت بحج لحظ نفسي عشان اثبت امام نفسي ان انا يا نفسي حلو قوي، حتى ولو تمدح امام نفسك
شفت المصيبة بقى، شفت قد ايه المرض ده خبيث، ان حتى لو مش عايز الناس تمدحك ده انت عايز تمدح نفسك. شفت خبيث ازاي؟ مفيش اخبث من كده بقى. وكانت امرأة قد طعنت في السن فسئلت عن حالها فقالت: كنت في حال الشباب اجد من نفسي نشاطا واحوالا اظنها قوة الحال، يعني في الطاعة يعني، فلما كبرت زالت عني، فعلمت ان ذلك كانت قوة، كان قوة الشباب، فتوهمتها احوالا. يبقى الانسان ساعات يبقى عنده نشاط كده في الطاعة ويفتكر ان ده حال ربنا سبحانه وتعالى اقامه فيه، وبعد كده يلاقي النشاط ده راح لانه كان في حاجة في النفس معينة هي اللي كانت من الشطاط، ولو خفيت عليك حتى، ولو حتى خفيت عليك، لانها لو كانت من الله لدامت ولا زادت، ولئن شكرتم لازيدنكم، مش كده برضو؟ لما تبقى النعمة من الله وانت تشكرها تزيد. فلما لقيت ان النعمة دي ما استمرتش، اللي هي دوام الاجتهاد في الطاعة، فعرفت انها قوة الشباب مش انها من الله حال. يبقى دي علامات علشان تعرف احوالك مع ربك. فنسأل الله على اي حال. هقول لك حاجة، ما تيأس. ليه بقى؟ لان انت مش هتوصل لربك الا ان يأخذ بيدك اليه، لكن هو يطلب منك ان تراقب نفسك بقدر مراقبتك لنفسك واجتهادك بقدر ما يعينك، ويأخذ بيدك اكثر من ذلك بكثير. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وذراعا تقربت اليه باعا، ومن جاءني يمشي جئته هرولة. فعلشان كده خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك. حاضر، نخلص بس المجاهدة. هنخلص. حاضر. سمعت الشيخ أبا علي الدقاق يقول: ما سمع هذه الحكاية أحد من الشيوخ إلا رق لهذه العجوز وقال إنها كانت منصفة. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شذان يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذنون المصري يقول: ما أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يذل يدله على ذل نفسه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن إيه؟ أن رآه استغنى، أي إذا رأى نفسه مستغنيا يستغنى عن رب، مش كده برضه؟ ويتجبر على الخلق. يبقى لو الإنسان رأى نفسه مفتقرا استغنى بربه، فإذا استغنى بربه كان الغنى الحقيقي. فإذا رأى نفسه ذليلا استعز بربه فكان العز الحقيقي. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يريد بعبد خير يدل على ذل نفسه حتى يستعز به، ويدل على ضعف نفسه حتى يتقوى به، ويدل على افتقاري حتى يغتني به. اما اذا اراد بعبد سوء لا يدل على ذلك، بل يدل على عز نفسه فيستعز بنفسه، يدل على قدراته التي اعطاه وخلقه فيها فينسبها لنفسه فيستغني بها عن ربه. فيبقى هو ده الذل الحقيقي، لأنه وكل عدم إلى عدم، لأنه أصل عدم، فوكل العدم إلى العدم. فهمت المسألة؟ ما أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يدله على ذل نفسه، وما أذل الله عبدا بذل هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه. إنما أتيته على علم عندي، مش كده برضو؟ حجبه عن ذل نفسه. لما حجبه عن ذل نفسه عمل إيه؟ خسف به أرض نفسه أولا قبل أن يخسف به أرض الحس. يعني خسفت نفسه في سبع أراضين جوه نفسه، فحجب عن ربه بسبع أراضين، ثم بعد ذلك خسف بدنه في سبع أراضين في الحس. فقبل أن يخسف في الواقع خسف في الباطن، دي الحقيقة. وسمعته يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: ما هالني شيء إلا ركبته. يعني ما أفزع نفسي شيء في حال رياضتي لنفسي في الوصول إلى الله إلا وفعلته مخالفة لنفسي حتى أصل إلى رياضة نفسي. أدي معنى ما أفزعني شيء في نفسي إلا ركبته، أي فعلته ارتكبته يعني حتى أصل، ولكن ما هالني شيء مما أباحه الشرع لا مما حرمه. لازم تبقى القيود كده لأنهم علماء.
وسمعته يقول، سمعت عبد الله الرازي يقول، سمعت محمد بن الفضل يقول، الراحة هو الخلاص من أمان النفس. فعلا هي دي الراحة، انك انت ما تبقاش نفسك طالبة حاجة، تستريح. انما تصور نفسك طول النهار عايزة 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 عايزة، بتزن زي ما يبقى عندك ابن زنان كده، تعرف تنام تستريح تخرج معاه، تحب يعني تخرج معاه يعني، هيشبط في كل حاجة، تفضل يزن على طول. تصور انت نفسك الزنانة دي، تعرف تمشي معاها تعيش معاها؟ هتقرفك وتتعبك، ولا تعرف تنام نومة مريحة، ولا حتى تتنعم بنعمة. كل ما تجيلك نعمة شايفها قليلة وعايزة اللي اكتر منها، فتلاقي نفسك مش مستريح خالص، تعبان. لكن الراحة الحقيقية انك انت تخلص بقى من الزن ده، تبقى ايه، تخرج من اختيارك الى اختياره، ادي المعنى. وعشان كده لما سيدنا ابو يزيد البسطامي جاءه في الرؤيا الهاما فقال ادخل الي يا يزيد، يعني الى حضرتي حضرة القرب، قال كيف يا ربي؟ قال اترك نفسك وادخل الي. يبقى لا تدخل الى حضرة القرب الا بترك نفسك، اي شهواتها، بترك مراداتها، بترك تعلقاتها، بخلاف مألوفاتها. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت أبا علي الرذباري يقول، دخلت الآفة على الخلق من ثلاثة، خد بالك من دول، سقم الطبيعة، يعني مرض الطبيعة، طبيعة الإنسان، يعني إيه؟ يعني قوته، حركته، جسده، دي اسمها الطبيعة بتاعته، طبيعته يعني، وملازمة العادة، وفساد الصحبة، يقصد الصحبة مع النفس يعني. فسألته ما سقم الطبيعة؟ قال له أكل الحرام. أكل الحرام ده يتخلي جسمك ده فاسد. ليه؟ لأن مفيش حرام يتولد منه طاقة تبقى عايزة تتصرف في الطاعة. طاقة الحرام كله عايزة تتصرف في المعصية. وعشان كده أكل الحرام يؤدي إلى طاقة تتصرف في المعصية. أدي المشكلة. يبقى أكل الحرام ده يؤدي إلى سقم الطبيعة. فقلت ما ملازمة العادة؟ فقال النظر والاستمتاع بالحرام والغيبة. العادات بقى العادية للإنسان، متعود يأكل في أوقات معلومة، متعود يأكل لحمة كل يوم، لو ما كلش لحمة كل يوم ما يقولش الحمد لله أبدا، ولو كلت ثلاث وجبات كل يوم يقول الحمد لله، لو بقت وجبتين ما يقولش الحمد لله، طب لو بقت وجبة واحدة برضو مش الحمد لله، مع انه بيقولها بلسانه خد بالك، بس نفسه مش راضية. اصل اللسان سهل، اللسان تقول اي حاجة يطوعك، لكن احنا بنتكلم على نفسك، النفس ما تقولش الحمد لله. زي ما بقولك الايه، الارنب اللي بيقول كل يوم خس وجزر، كل يوم خس وجزر، هي نفسك دي الارنب الغضبان اللي احنا خدناه في ابتدائي ده، كنا زمان كان عندنا في المقرر ارنب كل يوم بياكل خس وجزر ومش عاجبه، واخد بالك، حرن، هي دي النفس. لا، اللي يديهولك ربك تحمد ربك عليه، هي دي بقى ايه. يبقى ما تنظرش، والنظر هنا النظر الالتفات مش النظر العينين، التفات القلب، التفات القلب الى الاستمتاع بالمحرمات. يا تحب سير الناس قوي، تحب تقعد مع الناس عشان يحكوا لك فلان عمل كذا وفلان قالت كذا، وعلان كان امبارح ماشي مع واحدة، ومش عارف كان الصبح النهاردة شفت جارتنا دي خارجة مش عارف لابسة ايه، وامبارح كانوا في التلفزيون بيقولوا كذا، والنهاردة وما قريتش الجورنال ده كتبوا كذا، صفحة الحوادث، كلام كلام، ويضيع عمرك وتحب تقعد معاه، واخد بالك، اهي دي برضو الالف العادة، ده اللي يضيع الناس، يضيع وقتك وعمرك، لان ده رأس مالك. اين تذهب هذا المساء؟ للمسرح الفلاني، للسينما الفلانية، للمش عارف النادي العلاني، كل ده حرام تضيع وقتك فيه. قلت فما فساد الصحبة؟ صحبتك مع نفسك بقى، انتوا الاتنين ماشيين مع بعض، كل ما تطلب حاجة تجيبها لها، الله، شوية هتخليك تاكل مصاصة وانت راجل شايب عشان يعيبوا عليك، وتندغ لبانة وتمشي في الشارع تندغ لبانة، لو هتطوع نفسك في كل حاجة.
ويقولوا عليك في الاخر الراجل ابو البان، لبانه حسيه يعني، وبعد كده في لبانه معنويه تانية انت عارفها. قال كلما هاجت في النفس الشهوه تبعتها، كل ما نفسك تطلب حاجه تجيبها لها. الله الله، ايه ده ايه ده، ما ركبتك خلاص بقت هي اللي بتقودك، امال انت فين، رحت فين لما هي اللي بتسوقك في كل حته؟ يبقى انت كده بوظت المساله. ونفسك كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. كان في واد متدلع زمان واحنا في المدرسه، لقيناه جه في سنه اولى ابتدائي حاطط التتينه في بقه، حاطط التتينه في بقه وامه جايباه مدلعاه، ما عرفتش تفطمه قبل ما يدخل المدرسه من التتينه البتاع اللي بيمصوا فيها كده العيال الصغير، اسمها التتينه. ها؟ التتينه اسمها التتينه، البزازة اللي فيها الرضعة، لكن دي التتينة. تصور بقى ان نفسك كده برضه هو الطفل ده، انك انت لو ما فطمتهاش كانت هتخليك تخش وتمشي وانت ماسك الرضعة وببامبرز، صدقني ببامبرز. يعني ايه؟ يعني نجساتك بتعملها على نفسك، يعني مخالفاتك بتعملها متلطخ بيها. افهم، ما هو كل سن ليه النجسات بتاعته، فالتصرفات برضه نجسه. هو في سنه الصغير ما يعرفش من النجاسات الا البول والبراز، انت لما كبرت بقت في نجاسات تانية، تعاطي الحرام ما هي نجاسات، فتظل بعد كده في النجاسات متلطخ بها. ليه؟ لانك انت ما فطمتش نفسك، ما علمتش نفسك. اتعلم. ونفسك كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم، كل ما تفطمها تنفطم، انما تديها تديها تديها، واخد بالك؟ فإن الطعام يقوي شهوة الناهم. ما تفتكرش إن الناهم ده كل ما تديله طعام هيشبع، لا ده هيزداد جوع، يبقى مش هيشبع إلا ما شوف، إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من اغترف غرفة بيده. هو ده نهر طالوت، هي دي الدنيا نهر طالوت، يا تتركها ولا تأخذ شيء منها، وإن كان ولا بد غرفة هتشرب منها، كلما شربت منها اكثر من غرفه كلما ازددت عطشا، ولكن لو خدت غرفه منها هتشبع. هي دي الدنيا نهر طالوت. فهمت ازاي؟ ادي سوء الصحبه. يبقى انت مصاحب نفسك صحبه سيئه ولا مصاحبها صحبه حسنه؟ راقب نفسك علشان توصل، لعل الله يوصلك، مش انت اللي هتوصل، هو ربك اللي يوصلك. لما يجدك حريص على هذا هياخد بإيدك إليه سبحانه وتعالى. وسمعته يقول، سمعت النصر بادي يقول، سجنك نفسك، فإذا خرجت منها وقعت في راحة أبدية. هي نفسك ومتطلباتك ونظرتك للحياة وتعلقاتك، هي دي سجنك. اخرج من التعلقات ومن نظرتك الضيقة للأمور واخرج من ده كله، هتلاقي نفسك خرجت إلى ساعة الدنيا والآخرة اللي اتولد منها الصحابي، وقال نريد ان نخرجكم من ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخرة. وسمعته يقول، سمعت محمد الفراء يقول، سمعت ابا الحسين الوراق يقول، كان اجل احكامنا في مبادئ امرنا في مسجد ابي عثمان الحيري، لما كان بيأدبهم سيدنا ابي عثمان ومقعدهم عنده في مسجده يأدبهم، فكانوا بيعملوا ايه؟ الايثار بما يفتح علينا، لما يجي لنا حاجة ما ناخدهاش نؤثر بيه، وألا نبيت على معلوم، ولو اتبقى أي حاجة عندنا وإحنا خدنا حاجتنا منها ما نبيتهاش عشان بكرة، لا نتصدق بيها، علشان يبقى بكرة كل بكرة له رزق جديد، عشان يتعلموا التوكل على الله، مش التوكل على المخزن والتوكل على الرصيد والتوكل على البنك والتوكل على الريان، زي ما قلت لك أيام ما الناس تريانت، تركت الأخذ بالأسباب وكله حط فلوسه في الريان عشان ياخد كل أول شهر مش عارف 2% ولا مش عارف كام، تريان كان 2% كان حاجه تهبل هبل الناس، فتريانوا الناس بدل ما يتوكلوا تريانوا. مش معترض انا على الريان، لا انا بتكلم على انك انت اصبحت يعني ايه، نايم على معلوم، نايم على معلوم، عارف ان اول الشهر هقبض كذا، كل يوم تقطع ورقه من النتيجه وعارف، لا مش كده النفس، مش النفس كده، هي دي النفس بقى اللي عايزه تبقى نايمه على المعلوم. مخالفه الالف قلت انام على معلوم،
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني وجبة وجبة. وعشان كده في بيت النبي التسعة ما كانش عنده نملية ولا تلاجة ولا ديب فريزر ولا عنده الحاجات دي خالص، مش محتاجها اصله، لانه هو اللي بيجي لهم على ما ياكلوا خلاص، ما بيشيلوش حاجة، لان بيحطوا اللي بيحطوه هو اللي بياكلوه خلاص، وانتهينا على كده. ادي معنى الا نبيت على معلوم. ومن استقبلنا بمكروه لا ننتقم لانفسنا بل نعتذر اليه، عايزين يخلفوا المألوف، كل دي مخالفة للمألوف. واللي ايه، واللي يعمل لنا حاجة وحشة نعمل ايه؟ ما ننتقمش لانفسنا، ما نعملوش المعاملة دي، بل نعتذر اليه. نعتذر اليه ليه؟ لان احنا ما احسناش اليه فالجأنا الى الاساءة اليه، يبقى احنا اللي غلطانين. ده هو لما اساء الينا عشان احنا ما احسناش اليه، يبقى احنا اللي غلطانين. شفت ازاي؟ يقوم يبتدي يتهم نفسه، مش يقول يا اخي واحنا عملنا لك حاجة يا اخي جاي تقرفنا على الصبح، لا، ده انت اللي قرفته على الصبح فجاي يقرفك، فانت عشان قرفته بقى لا احسن اليه بقى. ادي المعنى قرفته. طب ازاي؟ ده انا ما كلمتوش، قابلته يا اخي بوجه دمه تقيل يا اخي، قابلته منقبض عنه والقلوب لها لغه، اول ما دخل لقى قلبك ملتفت عنه، فهو لقى نفسه قلبه ملتفت عنك، لان الانسان مراه اخيه، فاول ما يلاقيك منقبض عنه ينقبض عنك، اول ما يلاقيك متحفز ليه يتحفز ليك، لكن هو علشان سايب نفسه مش مؤدب نفسه فانطلق فيك وابتدى يشتم ويزداد. يقول المشكلة انت اللي شتمته قبله، لكن انت لو هو اول ما دخل لقاك منشرح له وبتحسن اليه كان لا يمكن يسيء اليك. فلما هم اكتشفوا المسألة دي فبقى اللي يسيء اليهم يحسنوا اليه، يحسنوا اليه عشان هم ايه، شعروا ان هم الجأوه الى الاساءة، الجأوه الى الاساءة. فهمت ازاي؟ فكان يحسنوا اليه لحد ما ايه، ما الراجل يرضى، يبقى كده رضي الحمد لله. لا ننتقم لانفسنا بل نعتذر اليه ونتواضع له. واذا وقع في قلوبنا حقاره لاحد، واول ما يجي يدخل واحد كده في وسطهم يقول لك لا ده ولا حاجه، ده احنا بقى طول الليل بنصلي، وده طول الليل بتاع، واحنا امبارح كنا صايمين، وده كل يوم قاعد ياكل، ده احنا ما فيش احسن مننا، وده ولا حاجه ما يفهمش حاجه. ده اول ما نفسهم تحدثهم كده يقوموا يشيلوا له الجزمه ويغسلوا له هدومه ويشطفوه ويجيبوا له اكله ويخدموا فيه، بقى الريس بتاعهم. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان هم احتقروه في الظاهر، فيقوموا يبتدوا بقى يعظموه في الخدمه، في احتقروه في الباطن فيعظموه في الظاهر، يعظموه في الظاهر بالخدمه، يوم اما يخدموه تبتدي نفسهم تهدى تاني، تعرف بقى ان الله يبتدي يتأمر عليهم، لا حطيته الجزمة هنا، لا حطوها لي هنا، ويبتدي بعد ما كانوا هم محقرينه بقى هو الريس بتاعه. ادي طريقة تهذيب النفوس، يبقى هو بيهذب نفسه، لان ربنا دلهم على ذل انفسهم ليستعزوا بالله. وقال ابو حفص النفس ظلمة كلها، النفس ظلمة كلها وسراجها سرها، السر اللي هو اللطيفة الربانية التي هي سر الروح دي، تلاقيها نور كلها لانها جاءت من عالم النور، وبعدين اختلطت بالنفس اللي هي جاءت من عالم الحس اللي هي ظلمه، لان اصل الحس ظلمه. الله نور السماوات والارض، يعني نور السماوات والارض، يبقى السماوات والارض من غير ما تتنور كانت ظلمه، يبقى الاكوان اصلها ظلمه، والنفس من الاكوان فاصلها ظلمه، مش كده برضو؟ النفس ظلمة كلها وسراجها سرها، ونور سراجها التوفيق من الله الأول، التوفيق الأزلي. نور السر بقى، نور اللي هو نور السراج اللي هو السر نفسه. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فهمت بقى المسألة؟ ادي بقى النور اللي جوه النور. النور الأصلي هو التوفيق الأولي، ثم بعد ذلك ينشأ منه الأنوار التي تشع بعد ذلك في النفس طاعة وتهذيبا وعلى الجوارح انقيادا. ادي المسألة. فمن لم يصحبه في سره توفيق من ربه كان ظلمه كله،
يا سلام، يعني حتى لو كان مخذول وهو في عز الطاعة في ضلمة، طالما هو في الأصل من أهل النار، نسأل الله السلام. قال الأستاذ الإمام القشيري: معنى قوله سراجها سرها يريد سر العبد الذي بينه وبين الله تعالى، اللي هو الإخلاص، إنه العمل يكون خالص لله سبحانه وتعالى بلا شائبة، وهو محل إخلاصه، وبه يعترف العبد أن الحادثات بالله لا بنفسه ولا من نفسه. يبقى طالما الحكاية كلها سر، والسر نور، والنور من الله بالتوفيق، يبقى الفاعل هو الله، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى لا تنسب الفضل لنفسك بل انسبه لصاحب الفضل، فلا تعجب بنفسك وتبري من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. فحتى لا تعجب بنفسك في الطاعة وتنسبها إلى نفسك بل تنسبها إلى الله. هذه معنى الحادثات، أي الطاعات الأفعال، بالله لا بنفسه ولا من نفسه، ليكون متبرئا من حوله وقوته على استدامة أوقاته، ثم بالتوفيق يعتصم من شرور نفسه، فإن لم يدركه التوفيق لم ينفع علمه بنفسه ولا بربه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى نسب لنفسه التوكل والإنابة، ونسب التوفيق إلى الله، فكأن التوكل والإنابة انعكاس للتوفيق الأصلي، فهو لم يفعل شيء بل هو محض توفيق الله. فهمت؟ ثم بالتوفيق يعتصم من شرور نفسه، فإن لم يدركه التوفيق لم ينفع علمه بنفسه ولا بربي. ولهذا قال الشيوخ: من لم يكن له سر فهو مصر. من لم يكن سر يعني إخلاص، فهو مصر على المعصية. وقال أبو عثمان: لا يرى أحد عيب نفسه وهو مستحسن من نفسه شيئا، وإنما يرى عيوب نفسه من يتهمها في جميع الأحوال. طول ما انت بتتهم نفسك ترى عيوب نفسك، انما طول ما انت راضي عن نفسك ومبسوط، عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوي. فانت طول ما انت ساخط على نفسك تبان، انما انت نظام بقى هقطع نفسي، طريقة بطوطة، فطوطة، عارف فطوطة؟ بيقول وانا هقطع نفسي، يعني دليل انه راضي عن مجهوده، راضي عما قدمه، راضي تماما، يعني ما اقدرش اعمل اكتر من كده، هقطع نفسي. يبقى ده معجب بنفسه، يبقى اتقي الله من مذهب فطوطة، واخد بالك؟ ولازم تبتدي تتهم نفسك باستمرار، حتى وانت في وسط الطاعة، لما تلاقي لذة الطاعة كده اقعد ناقش المسألة، ايه اللذة دي بقى؟ علشان الناس شافتني، ولا علشان ان انا اشتهرت بيها، ولا علشان حلاوتها اصلا ان انا اعجب بيها لنفسي، ولا دي من الله لذة فاستشعر بها واحافظ عليها. يعني حتى مجرد لذة الطاعة ما تيجي خدها برضه بايه؟ بنظرة فيها نوع من الاستخوان. ليه؟ لان نفسك خاينة، فانت تخاف لحسن تلبس لك الامور. وقال ابو حفص: ما اسرع هلاك من لا يعرف عيبه، فان المعاصي بريد الكفر. المعصية بريد الكفر، يعني تبشير، تبشير او طريق الى الكفر. وقال ابو سليمان: ما استحسنت من نفسي عملا فاحتسبت به. وتملي يقول لك كده، العمل اللي انت فاكره والطاعة اللي انت فاكرها ومستحسنها دي ما اترفعتش الى الله، لانها لو رفعت ما كانتش تفضل فاكرها، ده هي قاعدة معاك، ما هي لو رفعت كنت تفضل فاكرها ازاي؟ فاعرف انها لسه قاعدة جواك، فدي لم تقبل. فالأحسن الأعمال الصالحة هي الأعمال التي تفعلها وتنساها خالص ولا تتعلق بها، بل باستمرار تشعر بتقصيرك ولا تستشعر بعمل عملته، حتى تلقى الله كأنك لم تقدم شيء. شوف سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إيه: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. سيدنا عمر، أمال إحنا يعني قلبنا جامد يعني، واخد بالك، وحاطين في بطننا بطيخة صيفي، ربنا يستر. وقال السري: إياكم وجيران الأغنياء. شوف بقى يعني لازم تتجنب الحاجات دي، جيران الأغنياء وقراء الأسواق وعلماء الأمراء.
جيران الاغنياء ما عندهمش قناعه بما اقامهم الله فيه، لان طول ما انت شايف الاغنياء كل يوم بياكلوا كذا وداخل عليهم كذا وراكبين العربيه الفلانيه وعندهم خدم وحشم وانت ما عندكش، تقوم عمرك ما تقول الحمد لله ابدا من قلبك غير قانع بما اقامك الله فيه. تقول جاتنا نيله في حظنا الهباب ويعملوك كاريكاتير. مش في كاريكاتير بتاع مصطفى حسين ده جايب الراجل السماوي ده اللي طول النهار يقول جاتنا نيله في حظنا الهباب؟ او ده جار الاغنياء. جار الاغنياء ده طول النهار ما بيقولش الحمد لله، طول النهار شايف الاغنياء داخل لهم الخير وخارج من عندهم الخير وخارج مش عارف ده، والمواكب داخله والافراح عامله شغلانه، فقاعد طول النهار يقول ايه جاتنا نيله في حظنا الهباب، ما بيقولش الحمد لله ابدا. يبقى تبعد عنه. جار الاغنياء ده يعلمك ايه البطر ويخرجك من القناعه. تقعد معاه في النادي يقول لك يا عم واحنا لاقيين ناكل، تفرج على الناس اللي بتلعب بالملايين لعب، هو انت عندك كام انت في الباقي ده؟ انت غلبان 100,000. ايه ده 100,000 دي يا عم؟ ده الوقت ولا حاجه، ده بيسموها مش عارف ايه. يوم وانت جاي رايح النادي مبسوط والحمد لله انا عندي 100,000 ربنا كرمني الحمد لله هطلع زكاته وجاي مبسوط، تقعد معايا يعلمك البطر، تقول ايه ده جاتنا نيله في حظنا الهباب. يبقى جوار الاغنياء دول خطيرين، سم زعاف، لانه يخرجك من نعمه القناعه والرضا الى شقاء السخط والدجر. فهمت ازاي؟ دي مشكله كبيره. طيب وقراء الاسواق، عشان قارئ الاسواق رايح بيقرا القران علشان ياخد ايه؟ ويقرا القران لمن لا يسمعه، لان الاسواق مشغولين بالتجاره. فقعد يقرا القران في مكان الناس لا تنصت له ولا يراعي حرمه القران، فيقراه في مكان لا يحترم فيه سماعا وانصافا من اجل ان يحصل على بعض الدنيا، فتمتنع عن ده لانه يبتغي الدنيا بظاهر الطاعه. فهمت ازاي؟ تبعد عنه. وعلماء الامراء، لان العلماء اللي بيبقى في المناصب الكبيره ابعد عنهم بقدر الطاقه. ليه؟ لان غالبا الامراء بسبب السياسه بيجعلهم السياسه يتجعلهم مقصرين في بعض اوامر الشرع. فاذا كان العالم قاعد معاه لا ينكر عليه فيبقى غير مطلوب، ولو جراه على ما هو عليه من مخالفه يبقى غير مطلوب، هو في الحالتين مقصر. يعني يا اما لا ينكر عليه فيبقى مقصر، يا اما يسكت ويبقى بيجاريه يبقى برضه مقصر، ولو انكر عليه مش هيبقى اصلا من علماء الامراء، فكونه مستمر معاه دليل ان هو في احد الاثنين. فالواحد يتقي الله منهم بقدر الطاقه. فهمت المساله بقى؟ وقال ذو النون المصري: اذا دخل الفساد على انما دخل الفساد على الخلق من 6 اشياء. الاول ضعف النية بعمل الاخرة، يعني ما عندوش قصد ولا همة ولا عزم لاعمال الاخرة، دي اول حاجة. الثاني صارت ابدانهم رهينة لشهواتهم فبقى يسارع على هوى نفسه. والثالث غلبهم طول الامل مع قرب الاجل، يسوف ان شاء الله هبقى كويس بكرة، هسه اما اخلص الدراسة، طب اما اتجوز، طب بعد ما اخلف، طب اما اربي العيال، طب بعد ما اجوز العيال، طب ان شاء الله بعد ما اجوز العيال واوضب البيت اللي في البلد ومش عارف اعمل ايه وابيض الشقه واغير مش عارف ايه، هروح احج بقى وابقى تمام. وبعدين فجاه يجي له الموت. يبقى قاعد ايه؟ يسوف يسوف يسوف. مش هنخلص. يبقى غلبهم طول الامل مع قرب الاجل. والرابع اثار رضا المخلوقين على رضا الخالق. يبقى بيعمل من اجل رضا المخلوقين لانه هو يهمه مدح العامه. فهو بيرضي المخلوقين عشان يمدح. حتى ولو ادى ذلك الى غضب رب العالمين، فدي مشكله كبيره. والخامس اتبعوا اهواءهم ونبذوا سنه نبيهم سلوكا. سلوكا مش السنه الظاهره. السنه الظاهره اسهل حاجه، تربي دقنك وتلبس جلابيه بيضة وتحط سواك، ايه الحلاوه دي؟ سهله. تلبس عمامه، الحاجات دي كلها تعملها في 5 دقائق. طب هذب نفسك، عايز عمر بقى، عايز عمر بقى. اتبعوا اهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. والسادس جعلوا قليل زلات السلف حجة لانفسهم ودفنوا كثير من مناقبهم. اخر حتة دي مهمة. يقول يا عم احنا يعني بنتنافس على الدنيا، طب ما سيدنا علي قاتل سيدنا معاوية. فهمت؟ يقوم ايه؟
يعتبر ان الحاجات اللي في ظاهرها زلات للسلف يعتبرها حجة عنده ان هو يستمر في زلاته، ويغيب عليه مناقبهم ولم يدخل في نواياهم اثناء فعلهم هذه الاشياء. فقد يكون قد اختلفوا من اجل الله، قد اختلفوا من اجل الدين، وانت قد اختلفت من اجل الدنيا. فهمت؟ فالمسألة ما تشبهش حالك بحالهم. وعلشان كده قالوا برضو لو شبه الانسان حاله بحال الانبياء فكأنما سفه الانبياء. فهمت ازاي؟ زي مثلا يقول عيرني برعي الغنم فالنبي قد رعى الغنم. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. بقى انت رعي الغنم في زماننا الان اصبح منقصة، وايام النبي لم يكن منقصة. فهمت ازاي؟ فانت بتشبه المنقصة الان بان النبي فعل المنقصة، يبقى نسبت النقص للنبي، يبقى رحت في داهية. افهم. فيروح واقع في المعصية. يقولوا له ايه ده ما بتعرفش تقرا؟ يقول ايه يعني ما النبي كان امي. يا مجرم يا مجرم يا مجرم يا امي يا مجرم. بتعتبر اميتك اللي هي منقصة فيك بتشبهها بامية النبي اللي هي كمال فيه وهي معجزة فيه. ايه ده؟ ايه ده يا مجرم ده؟ شفت بقى ازاي يجيب الحاجات اللي هو شايفها وهي محض كمال، هو شافها نقص لسوء فهمه. ايه يعني انا بتلوموني؟ طب ما ربنا لام النبي وقال له عفى عنك لما اذنت لهم. الله، بقى ربنا يلوم النبي وانت الخلق بتلومك، تشبه لوم الله لنبي بلوم الخلق، ثم ان الله لم يلوم نبيه. ده انت اللي فاهم غلط. ده عفى الله عنك لما اذنت لهم، عفى الله عنك اسلوب خبري مش انشائي، اي ان الله رفع عنك معرفة حكمة الاذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لان ربنا سبحانه وتعالى ما اردش خروجهم اصلا، بل اراد ان النبي يأذن لهم الا يخرجوا. فربنا كان موافق لحكم النبي، لان لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، ولكن ايه؟ كره الله انبعاثهم فثبطهم. يبقى ربنا اللي كره انبعاثهم فرفع الحكمة الاذن فاذن النبي حتى يصيب حكم الله عز وجل. فاين المعنى اللي فيه اللوم؟ يبقى انت مش فاهم بقى. ده حتى ربنا ما لمش النبي، فانت قاعد تعك وتنسب نقائصك الى ما تجده نقائص في السلف وهو محض كمال فيهم. افهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. ان شاء الله يوم السبت القادم اجازة، وان شاء الله السبت اللي بعده نكمل باذن الله. بيقول هل يجوز جمع العقيقة مع الاضحية بنية واحدة؟ ممكن لو كانت عجل، يعني عجل او يعني اللي هي الحاجات اللي بتتسبع. ما هو لو شاء لا ما ينفعش يجمعها. الحنابلة بس عندنا احنا لا، الشافعية عندنا لا. بيقول الشيخ احمد ان الحنابلة بيجيزوا الجمع، والشيخ عطية صقر بيقول افتى بيها. لكن الاحسن الاحسن انك انت اعمل اضحية في وقت الاضحية، ولما ربنا يوسع عليك اعمل عقيق، خلي الفقرة تاكل. علشان يا اما تجيب بقى عجل كبير كده وتجمع عقيقة ست عيال واضحية، ست عيال واضحية في عجل واحد. يا بلاش، حلو قوي. مش انت عندك ست عيال؟ خلاص جمعهم كلهم. اذا كان عندك مثلا اربع عيال وانت وامهم ما عملوا لكش عقيقة، يبقى اجتمعوا كلكم كده في عجل مع اضحية وتمشي امور، تمشي الامور، وخلي الفقراء تاكل، وربنا يعلمنا. اي اتفضل. التجريد وهبي. الاسباب الاسباب اصلا فيها نوع من التحصيل، لكنه برضه فيها نوع من الوهم. انت بتشوف انت بتشوف ربك سبحانه وتعالى وضعك في اي شيء، بتعرف نفسك انت من اهل الاسباب ولا لا؟ اذا بارك الله لك في اسبابك التي وضعك فيها واعطاك ثمرتها ولم تشغلك عن الواجبات الشرعية، يبقى ربنا جعلك من أهل الأسباب.
إنما لو أقامك الله في أسباب شغلتك عن الفرائض الشرعية وجعلتك ترتكب المحرمات فاعلم أنك أنت الذي وضعت نفسك فيه، يبقى لازم تخرج نفسك منه. يعني ما روحش أنا أشتغل في كازينو ليلي خلف رقصة أطب الله طول الليل وأقول طب أنا بتكسب أعمل إيه يعني، وأنا حكوا الحرام. نقول له لا، أنت كده اللي أقمت نفسك في هذه الأسباب. إنما ربنا أقامك مدرس بتدرس للطلبة، أقامك مهندس، أقامك في مهنة جائزة شرعا، وبعدين ربنا ادالك إتقان للصنعة وتفاصيل المهنة بتعرفها، ولما تمد إيدك فيها بتلاقي بتأتي الثمرة والناس كلها بتثني على صنعتك، وفي نفس الوقت لا تضيع عليك الفرائض ولا الواجبات الشرعية، يبقى خلاص ربنا أقامك فيها. اثبت فيها بقى، اثبت فيها ولا تتركها حتى يخرجك الله منها. فهمت ازاي؟ ادي المسألة، والله أعلم. أي تفضل. الرجل اللي هو تأخر عن الصلاة ده في آخر الجماعة ده وقعد يقضي الصلاة، هل لو كان ورد على ذهني معنى معين، كان ورد على ذهني أنه لا نفسه على تقصيره في كمال السنة من أن يأتي في الصف الأول في هذه المرة، فكان ده الورد في ذهني؟ ما هو هنا لما لام نفسه لا من أجل السنة، لا من أجل نفسه، مش من أجل السنة. فتشربت نفسه السنة محبة أن إيه؟ أن يثنى عليها. فبقت النفس عايزة السنة، بقى صار عايز السنة هو من أجل النفس مش من أجل الله. فهمت إزاي؟ أدي المسألة. لو كان اللوم لما هو لام نفسه من أجل تقصيره في كمال السنة، يبقى هذا اللوم ده هل يفحر وراه ولا ما يفحر؟ لا ما يفحر، لا هو اكتشف إن الحكاية كلها من أجل نفسه. هو اكتشف ده الكلام ده لما تبقى ملوش نفس. لا هو لقى نفسه انه كان بيعمل كده ومكسوف ان الناس تشوفه في الصف الاخير، مش بيلوم نفسه ان انا ليه قصرت ان انا جيت متأخر، لا ده هو مكسوف من الناس انها هتشوفه في الصف الاخير النهاردة. فهمت اللمحة؟ فده كان مكسوف من الناس. ازاي يقولوا ان الشيخ فلان اللي بقاله 40 سنة ما بيفوتوش صلاة في المكان ده يقوم يصلي في الصف الاخير؟ ده الشيخ فلان ده خاب. وهمت ازاي؟ فابتدى يبقى مكسوف من الناس. فنسأل الله السلامة يا شيخ. ما هو اعتبر ان ما خدش كمال الاجر فيها لايه؟ لحظ نفسه فيها، لان بقدر حظ النفس في العبادة بقدر قلة الثواب. هم اهل الله بيعتبر ان الاعمال الباطنة تؤثر في صحة العبادة، ولكن من رحمة الله ان لم يجعل صحة العبادة وطلب اعادتها الا لامور ظاهرة منضبطة في الشرع، ولكن الامور النفسية غير ظاهرة وغير منضبطة، فلم يعلق الشارع الحكيم احكامه عليها بوضوح، ولكن تركها لاجتهاد النفس مع انفسهم. فهمت ازاي؟ حتى لا يكلفنا بما لا نستطيع وبما لا نطيق. فقضاؤه ليس واجبا عليه شرعا. ليس واجبا عليه شرعا، لكن واجبا عليه تهذيبا ورياضة لنفسه. فهمت ازاي؟ فكان بيقضي عشان يهذب نفسه. يا مجرمة كنت بقى، طب انا هتعبك بقى وحقضي صلوات السنين دي كلها. يقوم يرهقها. طب ما يرهقها تقوم تحرم تعجب تاني. تقول لا، اما ولو كل هيعجب هيجي يعيدها تاني، احنا مبدئين خليها تعدي بقى. تقوم ايه؟ تنقاد له. وهو يريد انه ينقاد له. زي الراجل اللي برضه كان عنده ضيف في صلاة العشاء فاشتغل معه حتى ضاعت منه صلاة العشاء، فخرج الى مساجد المدينة لقى كله صلى. فروح البيت عزم ان يصلي العشاء 27 مرة عشان ياخد ثواب 27 فرض، واخد عقابا لنفسي حتى لا يفوت بعد كده تاني صلاة الجماعة. ما هو لو صلاها كانت تجزئ مرة واحدة تجزئ، لكن هو أراد أن يهذب نفسه، فدي بيأخذوا أنفسهم بتهذيب النفس. وبعدين رأى رؤيا أنه هو بقى إيه؟ بيجري ورا ناس راكبين فرس، ففهم أن اللي حضروا الجماعة كانوا راكبين فرس بيجروا، وهو بيجري برجليه مش هيحصل حاجة حتى لو صلى 27. واخد بالك؟ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.